ما يقرب من 14 مليون طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين تم تطعيمهم بالحملة القومية الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالمراكز الطبية بمحافظة مصر كافة، والتي تستهدف 16 مليون و700 ألف طفل بالتطعيم من جرعتين متتاليتين، والتي تأتي ضمن حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال. تقريبا من امبارح 45800 بنسبة 84%، واحنا نعتبر من اعلى المناطق اللي حققت ان احنا منطقه طبيعه منطقه مصر القديمه الطبيه منطقه كلها عشوائيات، فالاقبال بيبقى دايما على حمله شلل الاطفال، وده مع يعني كفاءه الفريق الاشرافي للشؤون الوقائيه عندي في المنطقه بيساعد طبعا ان هم بيحققوا، هي ما بيسيبوش اي بيت ولا شقه الا ما بيطلعوا لها. عندنا منطقه مصر القديمه الطبيه فيها 135 فئه، فئه متحركه وفئه ثابته، بنثبت الفئه في المستشفيات وفي الاسواق والميادين العامه، وكمان في الحفظ بحطها في اماكن التجمع. جميع الفئه بنصرف لها الكمامات، وديت واجب على كل البنات. تاني حاجه بتبقى لابسين الجوانتيات للتطعيمات، وبيستخدموا الكحول لتطهير الايدي بكل طفل وطفل. التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة ومتحركة تصل إلى 90 ألف فريق طبي للوصول إلى المستهدف من الحملة وسط إجراءات احترازية غير عادية. أنا عندي في المكتب 15 فرقة متحركة وثلاث ثابتين، المستهدف عندي هنا هو 6015 طفل، تم عمل 83% تقريبا في الثلاث أيام في اليومين اللي فاتوا دول. تمام، أهمية التطعيمين ده حماية للبلد كلها، تيجي في ثلاجات خاصة وعربيات خاصة بثلاجات، بتيجي المنطقة عندنا بنحفظها في درجة حرارة من 2 ل 8، وطبعا أهم حاجة عندنا هو حفظ الطعوم وصلاحيتها لجميع الأطفال. بعد كده بنبدأ نوزعها على المكاتب. الحملة دي هي الجرعة الثانية المتممة للجرعة الأولانية اللي كانت في شهر فبراير اللي فات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحديدا نمط 2. فمهم جدا إن إحنا كمسؤولين طعوم ومسؤولين الطب الوقائي بشكل عام ان هم ياكدوا على الموضوع ده، وعشان مصر تكمل خاليه من شلل الاطفال اطول فتره ممكنه. مراكز التطعيم ضد مرض شلل الاطفال شهدت اقبالا متزايدا من المواطنين، بما يؤكد نجاح الحمله ضد فيروس شلل الاطفال. هم والله بينادوا من الصبح بدري، وانا اول ما قمت جيت على طول، اول ما سمعتهم جيت على طول، عشان لازم يطعموا تاني مره. دي معامله كويسه والدنيا تمام، وطعمت البيبي عادي ما فيش اي مشكله الحمد لله. إقبال المواطنين على لجان التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يؤكد على يوم الكامل بأهمية تلك الحملة لحماية ذات أجبادهم من أمراض قد تغير مجرى حياتهم. محمد حلمي، التلفزيون المصري.